بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما أطل 8 مارس وقبلها بشهر أو أكثر وبعدها بشهر إلا وتكثر الندوات والضجيج حول مسألة حقوق المرأة. كم تحدث الناس عن حقوق المرأة ولا زالوا يتحدثون، فهل حصلوا على حقوق المرأة؟ هل يمكن أن نتحدث عن حقوق المرأة بمعزل عن حقوق الرجل وعن حقوق الأطفال وعن حقوق الأسرة؟ لماذا بالضبط المرأة هي التي تخرج من هذه الخلية كلها لوحدها ويراد لها أن تحصل على حقوقها؟ إذا كانت هذه الأمة مستعبدة برجالها ونسائها، مستعمرة في هويتها، وكان رجالها يتعرضون ويعرضون أنفسهم لرحلات خطيرة عبر قوارب الموت فيشكلون قوتا للأسماك، أي قيمة وحق للمرأة وهي ترى ولدها لا عمل له يموت في البحر؟ عن أي حق للمرأة تتحدث وأنت ترى أن أغلب الشباب من الذكور لا يجدون العمل؟ فكيف يمكن للرجل الذي لا يجد عملا أن يتزوج بامرأة ويقيم إن شاء الله تبارك وتعالى أسرة؟ فهذا التجزيء والتفكيك ليس أبدا من منهاج الإسلام، وإنما التفكيك دائما من منهاج الحضارة التي تفكك كل شيء، تفكك ولا تركب، تريد أن تنتقل من الأسرة الكبيرة إلى الأسرة النووية، والأسرة النووية يراد لها أن تفجر أيضا حينما يتحدث عن حقوق المرأة انطلاقا مما يسمى بفلسفة الجندر، أي أن المرأة أبدا لا ينبغي أن تبقى في البيت مع الزوج، ولا قوامة للرجل على المرأة، ولا بد أن تقوم المرأة بالتمكين لنفسها وتمكنها القوانين، التمكين السياسي والاقتصادي، وهنالك إن شاء الله الترغيب وإغراؤها للخروج لكي تقيم مشاريع عن طريق ما يسمى بالقروض الصغرى. والهدف كله من وراء هذه الصيحات الغريبة هو القضاء على ما تبقى من تماسك في المجتمع، وزرع الفتيل لإشعاله متى يريدون. فهم الذين يعيلون المرأة على التمرد عن طريق ما يسمى بحقوق المرأة عن الشريعة كلها، وهذا أمر أصبحنا نلمس الآن آثاره المدمرة. نيران تشتعل في البيوت، مهاتفات يومية تأتيني لكي أسمع منها ما يشيب لهوله الولدان، تمرد على الدين وعلى الحجاب وعلى رب الأرباب، نسيان للآخرة. أي حق يتحدث عنه في غياب تربية إيمانية تربط المرأة بالله حتى لا يسلط الضوء فقط على جسدها؟ يريدون تشييئها لاستغلال جسدها عياذا بالله من أجل جمع الأموال وإنفاذ التجارات وترويج البضائع عن طريق جسدها. هي ليست دعوة لحرية المرأة، هي دعوة لحرية الوصول إلى المرأة. الذين يقومون بهذا العمل وينفقون هذه الأموال ويسخرون كل هذه الوسائل ويضغطون في اتجاه تغيير قوانين الدول الإسلامية بدءا من مؤتمر السكان ثم مؤتمر بكير 95-900 ألف، المقصود هو إفساد المرأة، لأنهم يعرفون أن إفساد المجتمع إنما يبدأ من إفساد المرأة، وإفساد المرأة يبدأ من إقناعها بأن الدين جاء ليقيد حريتها. هكذا إذن المسألة واضحة.
إن أوروبا والعالم الغربي يتحدث عن آلام المرأة التي تعيشها. المرأة في أوروبا تغتصب، المرأة في أوروبا شيء يمشي على الأرض، المرأة في أوروبا إذا كبرت أهملت وألقيت هنالك في دار العجزة، المرأة في أوروبا اخترعوا لها أعياد عيد الأم بحيث أن الولد لا يتذكر أمه إلا في يوم واحد في العام ويقول لها ماما بيزو ثم يتركها تعيش خريف الحياة لوحدها. المرأة في الغرب أن تخادم 100 رجل لا مشكل، أما أن تتزوج فلا، لأن الزوج هنالك قالوا له عبر القوانين إذا تزوجتها فستقتسم معك، إذا طلبت الطلاق ستقتسم معك الثروة، فيقال لها تزوجي ثم تطلقي لكي تصير ثرية. والرجل يقول له أنت يا غبي تتزوج منها، ألا ترى وتعلم أنك إذا تزوجت منها ستقتسم معك، بما أنها متاحة فعيش معها تحت سقف واحد بدون زواج. هذا هو المنهاج الشيطاني الماسوني، هو زرع عدم الثقة بين الجنسين ويكذب عليها ويراوغها ويخدعها بمسألة الحرية. أي حرية في الانتقال من حضن رجل إلى رجل، والرجل إنما يقضي شهوته ولا يتحمل أي مسؤولية عن الأولاد وعن الإنجاب وعن الإنفاق، حتى إذا تزوجها هي التي تنفق على نفسها. ما علاقتنا نحن بهذه الأمراض؟ ما علاقتنا نحن بهذه الأمراض؟ لو كانوا صادقين وهم يتحدثون عن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، أين حق المرأة في بورما التي تشوى وتحرق؟ أين حقوق المرأة الآن في تركستان التي تشوى وتحرق ويدخل عليها الصيني الملحد ويستبيحها ويفرض عليها أن تفطر في رمضان ويفرض عليها خلع الحجاب؟ أي حقوق للمرأة ويؤتى إلى ولدها ويقتل بين أعينها في كشمير، في إفريقيا، في أثيوبيا، في سريلانكا؟ عن أي حقوق امرأة تتحدثون والمسلمات في الشام تتجمد الدماء في عروقهن؟ أم أن هؤلاء لسنا بنسوة؟ أين حقوق المرأة ولا يتحدث عن المسلمات في الشام من أهل السنة كيف يصنع الصليبيون والروافض وحزب اللات؟ يبقرون بطونهن ويخرجون هذه الأجنة ويقال لهم إرهابيين. عن أي حقوق تتكلمون عن المرأة والمرأة في اليمن؟ رأيتم كيف صنع بها الجوع وكيف فعل أتباع إيران والذين دخلوا هنالك، كيف صنعوا بالمرأة؟ عن أي حق للمرأة تتحدثون؟ المرأة في فلسطين، المرأة في مصر التي أحرقت في رابعة، المرأة في مصر التي الآن بسبب حجابها ودينها الآن في السجون لأنها رفضت الانقلاب. عن أي امرأة تتحدثون؟ عن أي حق لامرأة تتحدثون؟ أنتم تتحدثون عن حق امرأة لا علاقة لها بالدين. إذا تعلق الأمر بالمرأة المسلمة لا، إذا تعلق الأمر بالرجل المسلم لا، لا يريدون إسلاما عند أمة بإكمالها، فالمستهدف هو الإسلام. هذه مداخل فقط لتفكيك الأمة ولتشكيكها في دينها ولإثارة النعرات داخل البيوت، فكما أنهم يثيرون النعرات بين الشعوب وبين أبناء الشعب الواحد بناء على عرقيات ولغات وإثنيات وأقليات، هم دخلوا الآن إلى نواة المجتمع من أجل إحداث الشرخ العميق، شرخ نفسي بين المرأة والرجل،
هم يتحدثون عن حرية كاذبة وحقوق كاذبة لامرأة غربية تعاني وتصرخ ولا يكاد يسمعها أحد. مارلين مونرو عاشقة كينيدي رئيس أمريكي تم اغتياله لأنه كاثوليكي، وكانت هي فنانة وممثلة الإغراء التي غزت التلفزيون في الستينات والسبعينات، وضعت حدا لحياتها وكتبت رسالة تلخص هذا المشروع برمته في كلمات، فتقول وقد كتبت بعد أن انتحرت رسالة إلى بنات حواء: لا تغرنكم ابتسامتي أمام عدسات الكاميرا، إنني أعيش التمزق النفسي، إنني كلما عريت أكثر كلما تم استغلالي أكثر، إنني أعيش الآلام، إنني أما في سوق النخاسة زينوها للعرض حتى يغروكن بهذا الأمر، ألا لا ينبغي أن تسقطن في الفخ الذي سقطت فيه؟ أنا أعيش الوحدة والكآبة، أنا أبتسم عند عدسات الكاميرا، لكن إذا رجعت إلى بيتي أعيش حقيقة مرارة ما أنا فيه، لا قيمة لي، ينظر إلي كأنني كتلة لحم، لا يعترف لي بعقلي وأفكاري وتوجهي وعقيدتي، لا يعترف لي أبدا بمشاعري وعواطفي، كل ذلك وضعوها تحت أقدامهم من أجل المال. أنا فشلت فلا تفشلوا فيما فشلت فيه، أتدرون أيتها النساء فيما فشلت فيه؟ فشلت في أن أكون زوجة مخلصة لرجل واحد، فشلت في أن أكون أم، عندي أطفال ينادوني بهذه الكلمة الجميلة في الحياة: يا أمّا، معنى الأمومة. هكذا تضع حدا لحياتها وتريد أن تنصح الأخريات حتى لا يسلكن مسلكها، حتى لا يعيشن ما عاشته من العنت والإهمال والقسوة في التعامل مع عواطفها كامرأة. إذن فهذه الدعوات دعوات مغرضة، فلو أردنا أن نتحدث عن حقوق المرأة لتحدثنا عن حقوق مجتمع بأكمله تسمى المجتمعات الإسلامية أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام حينما حكمت الأرض كلها من طنجة إلى الصين إلى فرنسا كانت المرأة لها شأن، في الوقت الذي كانت المرأة في أوروبا لا يعترف بها كإنسان. حينما تأتي الرسالة من ملك بريطانيا إلى أحد خلفاء بن العباس من خادم الأعتاب ألفونسو إلى خليفة المسلمين: نلتمس من أهدابكم وجنابكم أن تقبلوا بناتنا الأميرات، وأرسل معهن الهدايا ليتعلمن في حواضركم العلمية في طليطلة وإشبيلية وغرناطة وبغداد والشام التي كانت تشع بأنوار العلم على العالم. كانت المرأة هنالك في المسلمين حصلت على من لم يحصل أحد، صارت أمل الله، لا فرق للرجل ولا للمرأة بين يدي الله بالتقوى. الله الذي خلق هو الذي شرع لهن ما يضمن لهم الحرية والحقوق، فلا يستعبد أحد لأحد، وإنما جاءت الدعوة التي ضجت في السماء والأرض شعارها لا إله إلا الله، أن لا معبود في الكون إلا الله، وجاءت لا إله لتعبيد العبيد ذكورا وإناثا لله وحده، فليس هنالك رب إلا الله ولا معبود إلا الله، فالمرأة والرجل في هذا الأمر سيئان.
يتنافسون في طاعة الله، يتسابقون في إرضاء الله تبارك وتعالى. المرأة في المسلمين صار لها دور ريادي في الأمة لا يستطيع أحد القيام به أبدا أبدا، فربت الأجيال وخرجت العلماء. سلوا مالكا عن أمه من تكون، وعن الشافعي عن والدته من تكون. سلوا الإمام أحمد عن منجبته من تكون. سلوا الإمام أبو حنيفة عن أمه من تصير. سلوا سفيان بن عيينة، سلوا أحمد ياسين، سلوا العلماء، سلوا الذين ملأوا الدنيا خيرا، من أنجبهم، من رباهم. هذا الخير الذي وصلنا، وصلنا عن طريق رجال ونساء. وحتى لو وصلنا عن طريق رجال فلولا الأم والمرأة ما صار لنا أمثال هؤلاء الرجال. إن الإسلام جاء ووجد المرأة تورث وسقط متاع، وإذا به يقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كراها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الجنة تحت أقدام الأمهات. الله أكبر، الله أكبر. الأم في البيت أميرة يساقط الناس على يديها وقدميها يقبلونها، فتعيش آخر أيامها ملكة، لأن الله رفع قدرها. فرضى الله برضى الوالدة، ولو لم ترضى الوالدة لصلي وصم وافعل ما شئت لن يقبل الله منك. أي قيمة هاته للمرأة الوالدة؟ أعظم الناس حقا على الرجل. فإذا كانت زوجة فبها أنعم وأكرم بها، خيركم خيركم لأهله. لن تنال الخيرية عند الله إلا على قدر ما تكون خيرا مع أهلك، فيتنافس الناس في أن يكونوا خيرا لأزواجهم. وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعامل في بيته فإنك تدهش، يكون في خدمة أهله في البيت. فإذا قام للصلاة حين يؤذن قام صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون أختك فالأخت هي رحمك، هي صنوك. وإما أن تكون بنتا، ومن رزق ثلاثا فأدبهن ولم يفضل الأولد عليهن كن له سترا من النار. قال رجل واثنان، قال وثنتان، وواحدة وواحدة. الله أكبر. خالتك هي صلو الأم. فقد جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني فعلت كبائر فهل تجد لي مما يكفرها؟ قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبر الخالة يهدم الكبائر. العمة صنوة الأب. ثم المسلمة في كل مكان، يا أختك وهي عرضك. الشاب الذي جاء لرسول الله يقول أذن لي في الزنا، قال تحب لأمك، لزوجتك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك، وهو يقول لا، جعل لله فداك، هو عرضك. فكيف يستبيح المسلم عرضه ويعلم أن الزنا دين، من زنى زني به. والعرض هو من أعظم المقاصد التي جاء الإسلام لحفظها، مع الدين والعقل والعرض والنسل والنفس والمال. إذن كل هذه الدعوات هي دعوات مشبوهة، مشبوهة من خلال المنطلق والخلفية، فخلفيتها بعيدة عن الإسلام. من غريبة من حيث المنطلق المكاني، فمنطلقها هو الغرب،
المعادي للإسلام الذي يريده دين إبراهيمي، ليس فيه تميز للإسلام كما يريد الله. المنطلق الزماني في هذا الزمان الذي صارت أمة الرسول مشتتة مستباحة، فيريدون الإجهاز الكل الآن على ما تبقى من خصوصية هذه الأمة عن طريق إفساد المرأة بهذه الدعوات المغرضة. أخيرا أقول، إذا شاهدتم مثلا ورأيتم أن هنالك ظلما للمرأة في بلادنا، هذا ظلم يطال الجميع، يطال الرجل والمرأة والشاب والطفل، أوليس لنا أطفال يبيتون في العراء يبيعون عياذا بالله الأقراص المهلوسة؟ أوليس لنا شيوخ يبيتون في العراء؟ أوليس لنا عجائز يبتن في ملاجئ كملاجئ لا توجد في أدنى مستويات العيش؟ أليس فينا شباب دمرته عياذا بالله هذه الوسائل معنويا وماديا؟ ضحايانا كثر. وإذا كانت المرأة يظهر عليها كثير من هذا الظلم، أبداً أبداً ليس السبب الذي توجد فيه المرأة هو الإسلام، إنما ما توجد فيه من ظلم هو بسبب ابتعادنا عن الإسلام. فلو أننا طبقنا الإسلام لتعاملنا مع المرأة الكبيرة كأم، فرض الله في رضاها، أو تعاملنا معها كزوجة، خيركم خيركم لأهله، أو تعاملنا معها كبنت هي سترنا وحجابنا من النار، أو كأخت التي هي رحمنا رحمنا رحمنا، أو تعاملنا مع كعمة أو كخالة أو كقريبة أو كمسلمة، هي عرضي، هي نفسي، هي عرضي، أذود عنه كما أذود عن عرضي لأنه عرضي. إذن ما ترون إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الظلم الذي يشمل الجميع، فهو ظلم يشمل الجميع، أن هذا بسبب ابتعادنا عن الإسلام. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقلت كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.